اذا احنا ناخذ قلنا لو بيتر يعني ناخذ الكا ولا بالباتر، لكن لاستيس اللي نعطيها لكم ما ديروش على اعلى سرعه باسكو هذاك السمن ولا الزبده راح يسخن وراح يطيح. احنا ماشي هذا هو المقصود، احنا حبينا الزبده والسكر تاعنا يبقى كريم يعني يولي كريمه. ضربوه غير بشويه حتى يضاعف الحجم ويبقى شاد روحه. من بعد راح نضيف عليها حبه بيض ونضيف عليها قلنا نصف كيس خميره كيميائيه ومغرفه تاع قهوه سريعه الذوبان في شويه ما ولا شويه حليب، يعني واحد زوج مغارف نذوبوا فيها برك هذيك القهوه ونضيفوها باش تعطينا نكهه. عندها دوز استيس شيخ ليلى اللي تستعملهم بزاف. عندها هذه قهوه سريعه الذوبان نضيفها في بزاف هذه جديده لو سمحت منها وعندها تيكستور تاع اللبن ولا ولا الياغورت ولا اسمع واحده بسمة الاصبع اليمين والاخرى مين بصمات؟ يا اخي عجبوك. لا عايلين ان شاء الله عليك. ولفتوهم. ولفنا اكيد وتعطينا تعطي هي اللي تغير في الوصفه كليا. اكيد. دي فوا استيس صغيره باك تضيف فيها تخليها تحبك في هذيك الوصفه. صح. اذا نزيد. كاينه حاجه راكي نسيتها هنايا. وشنو لطفي فكرتني؟ قرطه وراهي. لا هذه ما يديرولهاش قرطه. هذه ماشي غريبيه تاع زمان. لا لا. اوكي. هذه راح نحلوها بالحلال ونطبعوها. اذا نزيد عليها مر القهوه، كاس تاع كاوكاو محمص، محمص مليح ومرحي، نخليوها شويه خشين ونطمو حتى تنطم لنا هاد العجينه تاعنا. يعني ما نيبسوهاش كما دائما نهضر وما نخلوهاش طريه اللي يطيح لنا في الفرن. نحلوها بالحلال بارتفاع تقريبا 1 سنتيمتر، اللي عندها طابع هلال تطبع بالهلال، اللي ما عندهاش تاخذ مول مدور ونطبعوا بالنص. ولا دير نجمه نجمه وهلال. عند علم جزائري ما شاء الله عليك. نطبعوها هليلات نكتفوها في لو بابي كويسون تاعنا، ندهنوها بصفار البيض ونزيدوا نرشوها بشويه كاوكاو مرحي ما يكونش محمص، انا اليوم راح نرشها بالافيلي وندخلوها على 160 درجة باش ما تطيحش باسكو الغريبية لا دخلت وصابت لو فوق سخون بزاف تم راح تذوب. صح. إذا ما تسخنوش بزاف لو فوق واحد الخمس دقائق قبل ما تدخلوه وخليوها على 160 وخليوها هذيك ال 20 25 دقيقة يعني حتى تشد روحها وتبرد تماما باش تنحيوها من السنيوة وإلا راح تتكسر لطفي وتتفتت.